بالنسبه لهذا المستوى اللي ماشيين به حاليا كنظن ما يمشيو شي بعيد. خصهم يصحوا، خصهم اول حاجه يبدلوا الديناضر هو اللي خصو يبدل. ثاني حاجه خصهم يجيبوا لنا لاعبيه جداد. هذه التشكيله اللي ماشيين بها دابا والو. ثاني حاجه النيفو ديال اللاعبيه طاح بزاف، خصوصا ملاعبي النغمي وملاعبي اخرين. يعني من الاحسن خصهم بحال اللي قلت لك يجيبوا ملاعبي اخرين ويبدلوا الديناضر، ونتمنوا لهم التوفيق ان شاء الله. الجمهور خصو يكون حاضر غدا بقوه ان شاء الله، فهمت؟ يكون شي جمهور، النتائج تكون اتحاد مزيان يكونوا حاضرين، ما تكونش زعما ماشي في النيفو مزيان ما يبقاوش يطلعوا. كنظن شي اتحاد طنجه تقدر تعمل شي حاجه هذا العام في الشامبيونز ليغ افريقيا على حساب التجربه، ما عندها شي اول مره تخوض الميران ديال الادغال الافريقيه. عاد النتائج السلبيه لا في كاس العرش لا في البطوله مع فرق جد متواضعه، يعني اذا بغاو يمشيو بعيد راه خصهم يبدلوا لنا التكتيكي كامل، فتشوا على شي مدرب في مستوى ماشي يقدروا يعملوا شي حاجه. شحال نقول لك، يعني شي حاجه صعيبه فهمتي، شي حاجه لعبوها اول مره ما كناش كنحلموا بها. إيه كنطلبوا من الله يكون الحضور ديال الجماهير. راه حنا طلعنا من السيكوندا باش طلعنا هاي بالبوبليك، وان شاء الله غدا الى حضر بوبليك وغتكون واحد الريمونتادا ماشي عادي ان شاء الله. غالبا يقدر يمشي بعيد بفضل واحد الحاجه هو بوبليك. الا كان بوبليك واقف ان شاء الله راه نمشيو بعيد. ونطلبوا ان شاء الله من اللجنه المنظمه هي تكون غدا واقفه مع الدراري رجال بريمات، انت عارف عاود، ويكون خير ان شاء الله. قلت لك اخي انا ما كتبان لي ما تمشيش بعيد في هذه البطوله هذه، حتى مؤخرا مشى فهمتي مشى تريناضور ديالها، ما بقاش عندنا تريناضور مزيون، ماشي ما عطاوش الوقت فهمتي، ما عطاوش الوقت تريناضور باش انه ينسجم مع ملاعبيه ويقدر يعطي شي كيكو مزيون طنج. يعني كيبان لي انا ما تمشيش بعيد اخي في هذه البطوله هذه فهمت، ما تعمل حتى شي حاجه، حيتاش مع كيبوس مغاربه ليمباطيتينا كتعرف ليمباطينا غلب واحد عنده مع اكادير صافي برا الدار. يعني صافي كتبان لي انا اتحاد انا هذا العام هذا ما تدي والو ما تعمل والو، الله ما تساوت شي سيكوندا ان شاء الله اخا كنتمناو فهمتي، حيت حنا طنجه وكنتمناو كيبو ديالنا يغلب هذا الشيء اللي كاين. رساله للجمهور، رساله للجمهور الدراري اخا كتحضر كتدخل التيكي كتتفرج كتبدع في وسط الكامبو، ولكن ملاعبيه اخا ديالي ناقصين. عندنا شي ملاعبيه ماشي ما عندناش، عندنا ملاعبيه الخبره، عندنا ملاعبيه قدامين عاوتاني، عندنا ملاعبيه عارفين شنو كاين. ايوا واش اللي ناقصهم ما كيسقاتلوش يا الحار، نهضرو نيجان ما كيسقاتلوش مره مقصور، هاتي ناس تمشي باردي دودو لي بارا عاوتاني. بنادم يعوض راسو عاود سمعت قال لك يجيبوا الطوسي ان شاء الله نقدروا نمشيو بعيد، نقدروا ان شاء الله يغلبوا، علاش لا حنا نكافحوا معاهم ان شاء الله. النتيجه ديال غدا يغلبوا ولا غادي يخسروا ان شاء الله ما يكون غير الخير، شي جون زيرو ما تخممش. كنظن تقدر تمشي بعيد الا بدلت المدرب، ولكن في هذا الدور ساهل تقدر تدوز، ومع التشاط كيبو ماشي صعيب شي حاجه، تقدر تغلب بشي نتيجه كبيره.